السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحكيم ميموني من قاسرس، في عمري دابا 18 سنة. هذه واحد 3 سنين واقيلا في 2018 كان وقع لي واحد الحادث في البحر وتسلطت بحال اللي كيتسلطوا الدراري عادي، ما مش كاير، وجيت على راسي وتقرط لي عنقي وتهرسوا لي شي فقرات في العنق. دابا ملي جيت هنايا انا نهاد الجمعيه هادي كنت كان كلشي مبلوكي تقريبا، ما كنتش كان كنت مطلق مره، ما كنقدرش نجلس، ما كنقدر حتى شي حاجه، الرجلين ديالي كانوا مطلوقين. دابا الحمد لله مع الترويض وهادي ماشي بشويه بشويه، الحمد لله دابا بديت كنجلس، يدي مزيانين رجعوا يرشني من هنايا، كنعملوا لهم دابا الترويض، وباقي دابا الحمد لله ماشي بشوية بشوية ان شاء الله يكون الخير. معكم اشرف بغابة، مراود طبي ومنسق صحي بالنسبة لجمعية الاوائل. اليوم بغينا نهضروا على واحد الحالة اللي حنا استضفناها من قاسرس حكيم، اللي من بعد واحد الاكسيدون اللي كانت وقعت له في الشاطئ ديال قاسرس. دونك ها هو مثال حي قدامكم، يعني شفتوا الحالة ديالو تالين وصلت. دونك الحمد لله دابا الحالة ديالو بدات كتحسن بصفتي كمشرف على الحالة الصحية ديالو والاطر الطبيه اللي هي معايا. دونك كنصح الشباب يعني يبعدوا على ديك التهور، لان راه ما كيوصل حتى لشي حاجه. انتما كتشوفوا راه حكيم راه كيفاش كان وكيفاش ولا. انا كنصح الشباب اي واحد كيسالطي ديك السلاطوس ولا شي حاجه بحال هذا ولا التهور في البحر ما يبقاش يعمل ديك الشيء هذاك. نصيحة من أخوكم، حسبوني كيف حسبوني عبرة ليكم، كيفاش كيخرج ديك الشيء تسلاطوس والتهور في البحر، كيفاش كيخرج، حسبوني أنا عبرة ليكم، ما تبقاوش تسلطيو. راه هادشي هذا راه غير من العام اللي طلعت أنا، طلعوا بزاف في حالي وباقيين بزاف كاينين في حالي كيطلعوا كل عام. لهذا بنادم هو يعوم عادي ترانكيلو ويطلع في حاله، ما يتسلطى ما حتى شي، ما يتسلطى فوق شكاير، ما يتهور في البحر ما والو. عليكم، معكم ندى جميل، متدربه مراوده طبيه في سونتر لالا ملكه اللي في تطوان. بصفتي هنايا متدربه في جمعيه الاوائل، كنصح الشباب واللي صغار والكبار انهم ما يسلطوش. انتم كتشوفوا عبد الحكيم شنو وقع له، نتمنى انه تكون عبره للناس انهم يعاودوش يتسلطوا وما يضحوش براسهم بالوالدين ديالهم وما يخليوش الوالدين ديالهم يتعذبوا حتى هما. كنشكر الناس اللي تعاونوا معايا، وكنشكر الجمعيه اللي استضفتني بالرئيس ديالها والرئيس المراودين اشرف بوغابه ومراود خالد مؤمن، وكنشكر بريس تطوان على الاستضافه، شكرا بزاف.